السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزول عند رغبة الكثيرات، وبنات ياسر قالوا لي كيفاش نكتبوا الخطوط المزخرفة هذه، ودائما يشوفوا الكؤوس اللي نطبعهم في تاع العرايس وفي البلاطو وكلش، يقولوا لي زهرة كيفاش راكي تكتبي في الخط، انا ما نكتبوش اصلا، بالرغم انه كاين انواع في الخطوط في التطبيقات وفي الفوتوشوب انواع كثيرة وكثيرة. نعطيكم انا الطريقة من الاخر كيما نقولوا، سهلة واجدة وبسيطة جدا. انا دائما نحب نسهل عليكم الخدمة، فقط الاسامي اولا راح نلقوهم في جوجل كيما راكم تشوفوا، تروحوا لجوجل تكتبوا الاسم بار اكزامبل اللي حابين تكتبوه، تكتبوا اسم مثلا اكرام مزخرف في جوجل كيما راكم نعطيكم. ندير غدوير مثلا، نكتب اسم زهرة مزخرف، اسم زهرة مزخرف فقط. راح يخرج لكم اسماء كثيرة، وخيروا دائما الصور واختاروا. هام لكم الصور، زهرة، هاي زهرة مزخرفة، وراح يجوكم يعني الأسامي يسرهم الأسماء، يعني راح تلقوا حوايج جاهزين فقط للقص. عليكم فقط طريقة معالجة فقط بسيطة. مثلا أنا حبيت زهرة هذه، نهزها تيلي شارجيها، نضغط عليها مطولا تخرج تيلي شارجي إيماج. بعد واش ندير انا كي نحب نقصها بالاوتوكروم ولا الفلاكس، كاين عندي موقع ينزل الخلفيه اسمه ريموف بيجي او ريموف باك جراوند، هاو تشوفوا فيه الفوق مكتوبه ريموف بيجي، هذا موقع في جوجل، هذا اللوجو تاعو، هاي الواجهه. نديرو تحميل الصوره، راح نختار الصوره هذه وندير اوكي، راح تتم المعالجة باب، تتنحى الخلفية فقط. درك ولدت لي تقريبا الخلفية ما كانش، نعاود نحولها للتطبيق الثاني، هذه نديرها فيكتور اول حاجة، رجع لها لاكولور نوار بالفوتوشوب لأي تطبيق تسحقوه، المهم استعملوا نفس الطريقة. اوكي هاي زهرة بدون خلفية، يعني نحب نلونها، نروح نلونها باللون اسود هك فقط. بعد نروح نقصها بالبلوتر، تتقص فيكتور لبس عليها، يعني ها هاي زومي قد ما تقدر راح تتخدم. راح بالنسبة للأسامي، احيانا في بعض الاحيان يطلبوا علينا اسماء ما تقدريش تلقاها في جوجل، مثلا كما التربيجات توتا وسوسه وسيسو، المهم اسامي اللي ما تلقوهمش جاهزين، يا اما تكتبوه مثلا نكتبوا اسم توتا مثلا ونبدلوا لها نوع الخط. في نهضر على تطبيق هذا او اي تطبيق اخر فوتوشوب، المهم فوتوشوب هاك تحملوا له معذرة، نحمل الخطوط. أنا قاعدة نهضر للناس اللي ما عندهمش، اللي ما يعرفوش يستعملوا الحاسوب. هنا راح نبدل نوع الخط اللي نحبه، مثلا خط الرقعة مثلا، هاي ليكم، يعني راح يكون سامبل ما يكونش فيه الزخرفه هذه. اذا حبينا نديروا الزخرفه هذه، نروحوا لتطبيق اسمه انا محترف الخط، في الاسفل هذا للبحث باريدي موبل شوفوا فيه انا محترف الخط، نضغط ضغطه واحده تشوفوا الواجهه تاعو، هاي ليكم انا محترف الخط، تحبوه بالفرنسيه ولا تحبوه بالعربية نديرو نيو أو ملف جديد،
ندير اوكي، ما يهمنيش في الاخر. انا راح نقصهم بالبلوتر، نكتب التكست تاعي مثلا اسم ما فيش، نكتب زبير. زبير ساعات ما تلقوش مزخرف في حاجه، ديروا انسيري. شوفي راح يخرج لكم متقطع، شوف كل حرف وحده، نضغط هنا وتلقاو صغيرة وا كبيرة. هنا نكبروا الحرف الزاد، تتحكموا في كل حرف على حد على حدة. نسيت ما قلت لكمش البداية أصلا، نسيت واحد الخطوة، آسفة جدا. نحن نرجع للخطوة الأولى، خلاص لهنا. شوفوا أنواع الخطوط، هاهو تضغطوا تحت هنا ديوان النسخة، أنواع الخطوط اللي تحبوا تكتبوا بيهم، تحبوا الكوفية، خط الثلث، تختاروا الخط اللي يناسبكم، ومن بعد تروحوا تعدلوا عليه. هذه هي الخطوة الأولى قبل ما تديروا الخط. هذا هو خط النسخ، هاي ليكم. نزيدوا نكبوا في الحرف الآخر. احنا راح نكبروا الاساس باش نشوفوا كيفاش راح نخدمه، فقط كل حرف راح نخدمه وحده. درك انا حبيت انت تزخر في الزاد لهنا وتدخلي فيها الواو هكا مثلا بالطريقه دي، تطلعي هكا، تكبري، تصغري، تجيبي هكا، سما تدخليه في بعضاه، سما بعديك الابداع راح يكون ليكم انتوما. نرجع نزخرف عادي، لا اله الا الله محمد رسول الله. هكذا من بعد نروحو نديرو التشكيل. قبل ما نديرو التشكيل نروحو نديرو الخطوط هذوكم باش ما لهنا شاو جريد هذه ولا جرايد، ما نعرفش الانجليزيه. انا الخطوط هذه منديرهم باش نتحكم في، ما تجينيش وحده طالعه وحده هابطه، يكونوا كامل في مستوى واحد مثلا. من بعد نروحو للتشكيل. ظهير اكيد يبدا بالضمه، ندير انسيري، نحطها لهنا، صغر فيه نونو، نحط هذه صغر فيها شوي. زوبير ندير تشكيل، نجيب هذيك الواو اللي نحطها لتحت ديما، نحطها هنا ولا هنا ولا من بعد نجيبو حرف الياء هذيك تاع المد مثلا. نعطيكم أمثلة وانتم من بعديك دبر راسكم هكا. نزيدو شوية حرف الفي هذاك اللي زخرفوا به دائما، ونروح نلقاه. انا ما نفهمش ليسونسيال، نشبعها وخلاص. نجيب هاك، نزيد نجيب السكون، انسيري، المهم ديروا اي حاجة تاع زخرفة، زيدوا الضمة هذه ونضر نلقاها، نكبروا شوي. تحبوا ديروا التشكيل هذا تزيدوا ليه شوي زخرفة مثلا هكا. برك انا نستعمله في القص مثلا في البلوتر. زيد لها اختها من هنا، شوفوا هنا كيف تزوز ترررر هكذا. فقط سهلة جدا يعني بالنسبة لكل أسماء. من بعد بار اكزومبل يعطيك مثلا، يقولك حرف الواو هذا تحب
حبيت بديله مثلا نوع الخط تاعو. تشوفوا ترجعوا الكتيب هذه كاينه كوليكشن، والكلمه اللي بحثاها ما بليش بها واش معناها، ما قدرتش حتى نقراها. المهم كليكوا على كلمه مارك وتروحوا الحرف الرا مثلا، يقترح عليكم اقتراحات كثيره. شوفوا تبدلوا كما تحبوا، مثلا حرف الياء نروح لهنا حرف الياء واختاروا الياء اللي تعجبكم، في هكا تزخرفوا به. يعني الواحد اللي عنده طولة البال يطول باله اكيد راح طولوا بالكم، اكيد راح تخدموا نتيجة رائعة. بعد تكملوا التشكيل وتكتبوا، تحبوا تبدلوا لا كولور تاع اي حاجه، يعني كي تعودوا حابين توجهوا على الطباعه بدلوا مثلا حرف الراء الزايد ديروه غوج فرضا، بدلوا الالوان كيما تحبوا. لو كنديرها لا حول ولا قوه الا بالله، ولا الخير اللون هذا ابليكي، هام الالوان تحكموا فيهم كيما تحبوا. شوف رائع ولا مش رائع؟ نعاود نرجعو اكحل بس كنسحقو حتى انا الاسم هذا. نديرو من هنا تحميل، تقدروا تحملوه بي دي اف، تقدروا تبارطاجوه الفيسبوك. انا راح نحملو ايماج فقط من هنا، ها نستنى حتى يتحمل عندي الخط فقط، تسمى صعيب سيبون. انا راح نزيد نعاود ندير نكتب كلمة سامية، هذا راح نقصهم بالبلوتر، منها نوريلكم كيفاش تخدمو، ومنها انا نقضي صالحة سامية. هاي وانا سامية راح تبدل تشكيل اللي نسحقو نخليه، اللي ما نسحقوش نحيه. هي هذه انتم زوموا باش تجيكم الخدمه واضحه. سامي فيهاش هذه نحاها دقيقه، ساميه كيفاش راح نزخرفها؟ ساميه ساميه ساميه، نحطوا هذه ديما تصلح معاهم كامل. نجيبوا التشكيل، نجيب هذه هاك، نزيد نجيب هذه كتشبه للألف، هذه نديرها لهنا تعيط تا 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 تا. نزيد نجيبو السين هذيك نحطها تحت السين هنا، نجيبو حرف الميم الصغيرة، الميم هذه ولا الميم هذه، نحطها هنا ونصغرها شوي. نحو الهمزة هذه، السكون هذه نمحوها ما عندها حتى معنى. زوموا جماعة باش تخدموا قد قد. نحو هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله. واش راح نزيدو آخر باش راح نشبحها؟ أقيلة صاي سامية، سين درناها سامية، نزيدو عفسة واحدة أخرى هاك برك صغيرة، نديروها لهنا وجدت شبيه هذي تا 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 تا. هاي ليكم اللي حب يبدع شوي، خدمة الريجستراها كيما هاكا أنا عجبتني. والناس اللي تحب اللي عندها طولة البال تبدا مثلا، نعطيكم الابداع زعما انا ما نحبش نكسر راسي ياسر. اها فرضا نحب نديرو سامي كيما هكا مثلا للي حب،
نجرب نبدل حرف الميم كما قلت لكم قبيله، كاش ما نلقوا حرف ميم طويل شوي يكون في وسط الكلمة. نجرب الميم هذه. ما عرفتش وش راح ندير. زعما هذه تصلح. وقيلا مش راح تصلح يا جماعة. انا نجرب ليكم انتم من بعد كدبر راسكم. ما جاتش باهي، اي فك عليا ما عجبتنيش. نرجو نرجو ما حسناكش يا سامي الاولى اللي درتها. الله غالب يا جماعه، لو خاطيني تكمبيس انتم دبر راسكم. اللي عنده شويه من ولاد زخرف فيه زخرف على روحه. انا هذا حدي. ها لا كثرت نديرها كيما هك، ولا سنزيد نقص شوي في هذه. المهم حصول انتم دبر راسكم، اللي حبي اللي حبي يبدع يبدع. هاي السينات هاي الشينات في الدنيا كامل. نتمنى ان شاء الله الكلاوزي زي مش مازال لي اخر كش ندير معاكم اسم واحد اخر. نورمالمون هذا هو يعني سهل جدا، بعديك كي توالفوا عليه يقعد يخدم لكم ما شاء الله. ما تحتاجوش لجوجل لا والو، يعني سيرتو في الاسامي اللي ما كانش اللي ما تلقاهمش في جوجل وفي بنتيرست. وكاين ثاني موقع واحد اخر في جوجل دوك نوريه لكم، حتى هو سما راح نعطي لكم كيفاش راح تخدمه كامل. موقع في جوجل انا ديريته في تيليجرام في لي ميساج انرجستري باش كي نسحقو نروح له ديريكت. ها هو وين موقع؟ ها هو ارفونت اسمه كيما هك. ها اوريكم ارفونت ولا ارفونت. هاوريكم فيه واش تحبوا احسن موقع. هذا بالنسبه للناس اللي تستعمل الحاسوب، فيه مميزات رائعه ورائعه جدا. يعني نتمنى انتم تتصفحوه مليح. انا هنا عطيت لكم دوك نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف، وانتم ادخلوا تقدروا تحملوا وشوفوا. هنا تنزيل النص مثلا، عجبني النص هذا سنحن تخطو الإشهار فقط. أعجبني مثلا هذا هوريكم، يقولك تنزيل النص يعني تقدري تحمليه. الناس اللي عندها فوتوشوب ما شاء الله تقدري تحمليهم بعد، راح تلقيه ديريكت عندك في الفوتوشوب. يعني ما تضطريش انك تزيدي تعاودي تفركتي ولا حاجة، وإلا تكتبي مش حبيتي أي حاجة. مثلا هنا زهرورة زهرورة هاي ستي. شوفوا زهرورة كيف خرج، شفتوه ولا ما شفتوش؟ زيد خيروا خط واحد اخر. انا حبيت نكتب كلمة حليب، راني نسحقهم هذو ما راح نخدم. سنديرو حليب، راح نقص كلمة حليب باش نلصقها في الترموس، من بعد ديرو تنزيل النص. هات تلقاها صايي في شي تيلي شارجي. اتفكروا يا جماعه، حبيت نزيد نذكركم، قلتها لكم في فيديو سابق كيفاش تحملوا ولا ترجعوا الموقع باش تخلوه فافوري ولا تخلوه في الشاشه تاعكم على اساس يبان كي التطبيق.
تدخل 3 نقاط هادو اللي هنا في الفوق، ديروا اجوتي اليكرون داكاي لهنا، نزيد نديرو اجوتي ارفونتس ها بوان نت. هذا درك نروح للشاشه تاعي لهنا، راح تلقوه لهنا هاوليكم، شفتوه بحذا انا محترف الخط، راح يولي لك التطبيق من الثر شاشه كفوا. ندخل لجوجل كيما راكم تشوفوا فيهم اللي عندي كامل هذو التطبيقات، ان شاء الله ذكروني نقول لكم كل واحد واش نستعمله. ما همش تطبيقات، هذا مواقع، مثلا كما قلت لكم هذا اللي نحو به التكست من الصوره، هذا في جوجل ديريكت، ندخلوا الاساسي يبان لكم تطبيق، راح ندير له راكورسي فقط اعاوليكم، نزيدوا اي صوره نفركتوا على مثلا اي لقطه فيها تكست. هذه الدجاجه حمرتها قبيله، نروح لل نفركت ليكم على حاجة واتساب انستغرام، هذه منظنش يعني كان شفت تصويرة مقلبة جماعة، خلي ندورها ترش هكا ونزومي ونشوفو، بعديك نديرو تيلي شارجي. هاوليكم التكست كيما راه، رمضان كريم، ما عرفش يقراها، شوف كتبها رمضان كريع، بس كتبها تاع خط صح باينه كريع يعني، هي باينه ضيا كتبها صاد يعني ذكاء اصطناعي صح. ومن بعد راح نكوبو التكست يتكوبا نورمال. هذا بالنسبه للبرنامج هذا، زيد نجرب معاكم برنامج اخر يعني، يعني موقع تاع الباكاجينغ، زعما ان شاء الله باذن الله ندير لكم فيديو موسع على كل حاجه راني حطتها لهنا. مثلا الموقع هذا، هذا اسمه كلين اب كلير، هذا ها كلين اب بيكتشر، يتحل ديريكت هذا في جوجل، هذا راح يمحي لكم اي حاجه غير مرغوبه في اي صوره، مثلا حبيت نعطيكم مثال، ما فهمتش نجربوا المثال هذا، دائما في اللي نجي ندير مثال يظهر ما يصلحش. هاي هذه من هنا البراش، هاي باينه تكبروا في الحجم تاعها ولا تصغروه من هنا، ما مسحقش هذه مثلا اللي في الوسط، بالرغم ان خير الامور اوسطها، ونديرو كلين ونخلوه يخدم في خدمته. شفتوه ولا ما شفتوش؟ اختفى. ومن بعد نجيو لهنا ونديرو تحميل تاع الصوره هذه، هاي ليكم من تحت كابتشير، تحبوا كوبي تحبوا تبعثوها، سينو ديروا اونريجستري سور لاباري، انا ما عندي ما ندير بها، نعطيتها لكم مجرد مثال. نزيد نعطيكم مثال واحد اخر، نشوف دجاجتي الحلوه هذه بالزهر، راح نجرب فقط قدامكم من ناحية الملح هذي. اي ساعات كي يعود شغل الخلفية شوية مشي واضحة، لاحظت ولا لا؟ هاي نحي لها راسها، فوالا. واش راح نزيد نوريلكم اخر، هذاك التطبيق الكاب كات تعرفوه بيكسابي، هذا روشرشو فيه على اي حاجة، ليمون لو غاتو، نكتب انايا فروي، شوفوا شو خرج ليكم، دقة عالية، صور بجودة رائعة، هذه بدفوعة صورة، شوفوا شو يخرج لكم، كاليتي هبال، كاليتي روعة،
خيروا الصورة اللي تعجبكم وحملوها، كاين صور مجانية وكاين صور مدفوعة. هاي تنزيل مجاني وهكذا يعطيك هو قديش تحوسي لا كاليتي تاعها هم بلي بيكسلها. بالنسبة لبيكساباي هذا مش راح نقول لكم آخر. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال إعجابكم، راح سأكتفي بهذا القدر يعني، وإن شاء الله اللي حب أي تطبيق من التطبيقات اللي راه في الشاشة تاعي كما راكم تشوفوا يحط لنا في تعليق. أنا دائما المواقع اللي تعجبني ندير لهم راكورسي في ال ندير لهم راكورسي في الليكرون تاعي باش ما نبقاش اشاك فوا ندخل لجوجل ونفرك بس. والان بعد ما حفظت الاسامي تاعي فتحت برنامج سيركات برو، هو عبارة عن برنامج قص نستعملوه مع البلوتر. البلوتر جماعة هو جهاز قص الكتروني اللي ما يعرفوش، نقصوا به الاوتوكولون، نقصوا به الفليكس، ونقصوا به الستيكرز. كاين انواع كثيرة من البلوتر، كاين اوبتيك وكاين سامبل. نحنا راح نستعملو جهاز الكاميو. هذا جهاز الكاميو عبارة على بلوتير حتى هو شي صغير، حجمه صغير شوي لكن يخدم خدمة ما شاء الله. البرنامج هذا سيركات برو يدعم جميع آلات القص، يعني هو برنامج رائع جدا. استعملته مع التينات، تقدر تستعملوه مع سكايكات، مع الكاميو 3 كاميو 4، يعني من اربع البرامج اللي استعملتهم. وهذا هو الاوتوكولو. الناس ساعات يقولك باش راكي تطبعي في الدوري يحسبوا فينا طبعه بطابعه، لكن هو عباره على ورق يتباع كيما هك بالمتر بالرولو، ونحنا نقصوه بالجهاز ومن بعد راح نقو الزوائد ونحتفظوا بالاسم اللي راح نستعملوه فيما بعد، سواء في بلاطو ولا في كؤوس ولا في اي حاجة. وهكذا كانت النتيجة النهائية كما راكم تشوفوا، خرجوا ما شاء الله. هذا عبارة على لي كلوش هذوكم تاع التحليات تاع رمضان، طلبهم مني محل بيع الاواني سما كيلصق فيهم هذم الاوتوكولون. مشت لي الخدمة شوي ما شاء الله. بالنسبة كيفاش لصقت نسيت ما صورتش، درتهم في فيديو سابق. شوفوا كاين بابي ترانسفير نهزوا به الكتابة هذه، يعني مكمش راح تهزوها بيديكم. وإلى اللقاء.